السلام عليكم شباب اولى ثانوي، معاكم مستر محمد مجد. احنا النهارده في اخر درس في الجيومتري عندنا السنه دي، وهو درس يعني ايه ميكس كده ما بين معلومتين. فاول حاجه عندنا هو الليسون بتاعنا اسمه ابلكيشنز اوف ذا بروبوشن ان ذا سيركل. طيب فهو جاب لك كده كذا حاجه ليها علاقه بالسيركل والبروبوشنال، فنبدا مع بعض. اول حاجه احنا بندرس النهارده حاجه اسمها باور اوف ذا بوينت. طيب يعني انا عندي بوينت وعايز اجيب لها باور اوف ذا بوينت. طب الباور اوف ذا بوينت ده ديستنس؟ لا. طيب ده ايه؟ ده باور اوف ذا بوينت. يبقى احنا بنحسب ايه؟ باور اوف ذا بوينت. طيب انا عندي اول حاجه مثلا البوينت اي دي، اهو عندي سيركل اسمها ام وعندي بوينت اسمها اي. جميل جدا، عايز احسب لها الباور اوف ذا بوينت. بكتبها ازاي؟ طيب بكتب باور اوف ذا بوينت؟ لا، بكتب بي كده البوينت اي ريسبكت تو سيركل ام. يبقى الباور اوف ذا بوينت A ريسبكت تو سيركل M. طب بجيبها ازاي؟ مش دي البوينت A؟ ده كده اسمه ايه؟ الديستنس بتوين البوينت والسنتر اوف ذا سيركل باور 2 ماينس الريديوس باور 2. يبقى علشان اجيب الباور اوف ذا بوينت ريسبكت تو ذا سيركل M بتبقى AM باور 2 ماينس ريديوس باور 2، يديني الباور بتاع البوينت ده. طب يعني ده هيطلع رقم؟ اه ماشي، ايه المشكلة؟ طيب لو طلع رقم بوزيتيف ده معناه ايه؟ معناها ان البوينت A دي اوت سايد ذا سيركل. طب لو طلع رقم نيجاتيف ده معناه ايه؟ ان البوينت A دي ان سايد ذا سيركل. طب لو طلع ايكوال زيرو يبقى البوينت A لايز اون ذا سيركل، موجوده على السيركل، يعني موجوده على اللاين ده كده. يبقى الباور اوف ذا بوينت هو distance between البوينت والسنتر باور 2 ماينس radius باور 2، يديني الباور اوف ذا بوينت. لو طلعت رقم بوزيتيف يبقى outside the circle، لو طلعت رقم نيجاتيف تبقى inside the circle، لو طلعت زيرو تبقى lies on the circle. طيب دي كده مثل المعلومه الاولى. لا لسه فيها جزئيتين تانيين. طيب ماشي يا مستر، انت بتقول لي البوينت ايه outside the circle، ماشي دي البوينت A. ايه اللي حصل؟ البوينت A دي وارد جدا يطلع منها لاين سيجمنت يبقى تانجنت. اه صح، وارد جدا يطلع منها لاين سيجمنت يبقى سيكنت. تمام، ماله برضو بالباور اوف ذا بوينت؟ قال لي ان الباور اوف ذا بوينت A ريسبكت تو ذا سيركل M قد التانجنت باور 2. يعني لو معايا التانجنت وعملت له باور 2 يبقى انا معايا الباور بتاع البوينت A لو البوينت A دي مالها اوت سايد ذا سيركل. طيب وقد مين تاني؟ اي تقسيمه للسيكنت زي الابلكيشن بتاعت ليسون 4 يونت 1 اي بي تايم اي سي اي بي داش تايم اي سي داش. يبقى اي بي تايم اي سي قد مين؟ الباور اوف ذا بوينت ريسبكت تو ذا سيركل ام. يبقى انا ما ينفع اجيب الباور اوف ذا بوينت وانا مش معايا الديستنس ما بينها وما بين السنتر والريديوس؟ ايوه، بس لازم يبقى معايا مين؟ يا تانجنت يا التقسيمه بتاعت السيكنت، يا التقسيمه بتاعت السيكنت. ودي طبعا هتجيب لنا شويه مسائل ايه؟ جيومتري اشكال بقى قد كده. لو هي انسايد ذا سيركل، يا مستر ده انسايد ده معناه ان هي تطلع رقم نيجاتيف. اه ما احنا هنحط نيجاتيف في الاول قبل ما نستخدم الرول. طيب هي فين البوينت ايه دي؟ انا عندي كورد اسمه سي بي وعندي كورد تاني اسمه سي داش وبي داش. البوينت ايه دي هي بوينت على الكورد، مش مهم ان هما انترسكت ات الايه، انا بتكلم ان بوينت موجوده على الكورد. طيب بتعمل ايه؟ بتبقى قد نيجاتيف الاي بي تايم الاي سي. يا مستر ما عشان باور اوف ذا بوينت بيبقى نيجاتيف لما تبقى انسايد ذا سيركل، فاحنا حطينا النيجاتيف دي. طيب تبقى اي بي تايم اي سي. طيب مش البوينت اي دي موجوده برده على البي سي داش؟ اه يا مستر. طيب يبقى الباور اوف ذا بوينت بتاعها عباره عن ايه؟ نيجاتيف اي بي داش تايم اي سي داش. لا بص، انا الحته اللي هم عاملين انترسكت ده ملخبطاني، اهو بوينت اي اهو. هات لي الباور اوف ذا بوينت اي ريسبكت تو ذا سيركل ام، هتبقى عباره عن ايه؟ نيجاتيف عشان هي انسايد سي داش اي تايم سي تايم اي بي داش. يبقى اي سي، انا ايه اللي خلاني اختار الداش؟ ادي السي دي موجوده هنا، الاي دي موجوده هنا، يبقى نيجاتيف
C E time E B E C و E B. يبقى لو البوينت موجودة inside the circle، لو البوينت موجودة inside the circle زي البوينت E بتبقى negative E C time E B E C time E B. طب لو البوينت دي موجودة outside the circle بتبقى ال A B time ال A C at the power of the point A respect to the circle M. طب كده يا مستر المعلومة خلصت بتاعت الباور اوف ذا بوينت حتة صغنونة. بيقول لي ايه بقى؟ The set of points which have the same power with respect to distant circle is called principal axis of the two circles. يعني ايه؟ لا انا مش فاهم. يعني بيقول لي ان انا ممكن ادام الباور اوف ذا بوينت ايه؟ لو انا عندي two circles. لو انا عندي two circles هيبقى البرنسبل اكسس ده هو مين؟ هو الجزء اللي عليه ان الباور اوف ذا بوينت بتاعت السيركل ام تبقى قد الباور اوف ذا بوينت اوف ذا سيركل اي. لا بص، دي سيركل ام ودي سيركل ان. لو انا عايز اقول ان الباور اوف ذا بوينت بتاع الاي قد الام ممكن اثبت ان هي لايز لمين؟ للبرنسبل اكسس. طيب مين بقى البرنسبل اكسس ده؟ ده هو اللاين، ده اكسس بيبقى عليه البوينت اللي بتبقى عليه دي بتبقى الباور بتاعها بتاع البوينت ام بتاع السيركل ام قد الباور بتاع البوينت دي بتاع السيركل ان. طيب يعني لو انا عايز اثبت ان ده هو البرنسبل اكسس بثبته ازاي؟ بجيب بوينت اسمها ايه عليه واجيب الباور بتاع البوينت بتاعها والباور بتاع البوينت بتاعها بالنسبه للسيركل ان، الاثنين يطلعوا زي بعض، واجيب بوينت ثانيه عليه اسمها مثلا بي فالباور بتاع البوينت بي بالنسبه للام يطلع قد الباور بتاع البوينت B بالنسبة لل N. لو الاثنين طلعوا زي بعض يبقى ده اسمه ايه؟ Principal axis. طيب يعني دي مش هنستخدمها كتير بس برضو تبقى عارفها ونشوف السؤال اللي تشوز عليه. كده يا مستر المعلومة الأولى بتاعت البارت الأولاني انتهت؟ اه. طيب عندنا ايه بقى تاني؟ يا مستر الرسومات دي أنا شفتها في تالتة عداء في بريب 3. اه، ما احنا بقى بنعيدها لك دلوقتي بما إن احنا عندنا ايه؟ عندنا حاجات كتيرة كده. ده كورد عمل انترسكت مع كورد في بوينت مين؟ انسايد ذا سيركل. لو انا عايز اجيب ميجر الانجل اي سي اي بتبقى قد مين؟ قد السم اوف ذا تو اوبوزيت اركس، قد هاف السم، يعني بعمل هاف وافتح براكت ميجر الارك اي سي بلس ميجر الارك دي بي. طيب دي لو بوينت ايه؟ انسايد ذا سيركل. طب لو اوتسايد ذا سيركل ده بيبقى اسمه ايه؟ سيكنت، وده كمان بيبقى اسمه ايه؟ سيكنت. طيب بتبقى هاف. ايه الديفرنس بتوين التو اوبوزيت اركس؟ يعني دي البوينت ايه وده السيكنت وده سيكنت، ده الارك الكبير اهو وده الارك الصغير، يبقى الاي سي هاف ميجر الاي سي ماينس الدي بي. طيب لو هي عباره عن تانجنت وسيكنت تمام برضو ايه اللي هيفرق؟ فين التو اركس اللي قصادها؟ مش هي اوتسايد؟ يبقى ماينس، يبقى دي بي ماينس بي سي. طيب لو هي ايه؟ لو هي اوتسايد بس ده تانجنت وده تانجنت يا مستر، طب ما ده عليه بوينت اسمها اكس، يبقى هاف الديفرنس، دي ديفرنس بتوين مين؟ بي اكس سي ماينس البي سي. طيب في يا مستر حاجه هنا ثانيه؟ لا كده خلاص. طيب نبدأ بقى نشوف أسئلة المعاصر بتاعتنا النهاردة. أول سؤال بيقول لي لو كان الباور اوف ذا بوينت A respect to the circle M عبارة عن 5 باور نيجاتيف 1 زين الـ A inside outside ولا on ولا on the center؟ يا مستر هو الباور اوف ذا بوينت ده رقم بوستيف ولا نيجاتيف؟ يا حبيبي 5 باور نيجاتيف 1 دي يعني 1 over 5 يعني ده رقم برضه ماله؟ أنا ماليش دعوة بقيمته، هو بوستيف ولا نيجاتيف؟ بوستيف خلاص، يبقى دي outside. ادام بوزيتيف يبقى اوتسايد، لو نيجاتيف يبقى انسايد، لو ايكوال زيرو يبقى لايز اون ذا سيركل. طيب نمبر 2 هنا بيقول لي اف الام، اف الام از ا سيركل، الاي از بوينت ان اتس بلين وير الام اي ايكوال 6 والباور اوف ذا بوينت اي ريسبكت تو ذا سيركل ام ايكوال نيجاتيف 13. نيجاتيف يبقى دي انسايد ذا سيركل. زين ذا اريا اوف ذا سيركل، مين هي الاريا اوف ذا سيركل؟ باي ار سكوير. يبقى انا عشان اجيب الاريا محتاج مين؟ محتاج ريديوس. طيب مش انا معايا الباور اوف ذا بوينت اي ريسبكت تو ذا سيركل ام؟ اه
طب هو قد مين؟ قد الـ AM باور 2 ماينس radius باور 2. تمام جميل. طيب الباور ذا بوينت ده كان بكام؟ بنيجاتيف 13. طب الـ MA بكام؟ بـ 6 باور 2 يعني 36 ماينس radius باور 2. طيب هنعمل ايه؟ ده الـ radius باور 2 بالنيجاتيف يجي هنا يبقى بوستر، والنيجاتيف 13 تيجي هنا تبقى بوستر، يبقى الـ R باور 2 equal 36 بلس كام؟ بلس 13. يبقى الـ R باور 2 هيبقى equal كام؟ equal 49. الباور 2 طبعا بتروح السايد الثاني تبقى سكوير روت، بس سكوير روت بس من غير بوستر ولا نيجاتيف لان ده لينس، فهتطلع 7 سنتيمتر. طيب انا عايز ايه؟ عايز اريا اوف ذا سيركل. طب مين هي الاريا اوف ذا سيركل؟ باي ار سكوير، يعني 22 اوفر 7 تايم 7 باور 2 اللي هي هتديني كام؟ 154 اكيد. 154 سنتيمتر سكوير. طيب يا مستر شوف اللي بعده. If the point A lies outside the circle، موجوده فين؟ outside the circle. Then the length of the tangent segment drawing from the point A to the circle equal مين؟ احنا اتفقنا ان الباور بتاع البوينت قد مين؟ قد التانجنت باور 2. طب هو عايز يسالني على ايه؟ على اللينس بتاع التانجنت. طيب يبقى انا لو معايا اللينس بتاع التانجنت الباور 2 دي لو انا معايا الباور اوف ذا بوينت اقدر اجيب التانجنت ولا ما اقدرش؟ اقدر. الباور 2 دي تروح السايد الثاني تبقى سكوير روت، يبقى التانجنت هيبقى قد مين؟ سكوير روت للباور اوف ذا بوينت A ريسبكت تو ذا سيركل M اللي هي لتر D. if ال M وال N are two intersecting circles وكان الباور اوف ذا بوينت A ريسبكت تو ذا سيركل M ب 5 والباور اوف ذا بوينت A ريسبكت تو ذا سيركل N ب 10. لا يا مستر انت قريت غلط، دي 2 تايم، فال 2 دي تروح السايد الثاني تبقى ديفايد، يبقى الباور بتاع ال A بالنسبه لل N هو كمان ب 5. ايه ده يعني الاثنين قد بعض؟ يعني البوينت A الباور بتاعها بالنسبه للسيركل M وبالنسبه للسيركل N الاثنين قد بعض؟ طيب هو عايز ايه؟ زين البوينت A بيلونج لمين؟ للسيركل M؟ للسيركل N؟ لللاين اوف سنترز؟ للبرنسبل اكسيز اوف ذا ايه؟ اوف ذا سيركل. احنا اتفقنا لو الباور اوف ذا بوينت A بالنسبه للسيركل M قد الباور اوف ذا بوينت A بالنسبه للسيركل M تبقى لازم تبقى موجوده على ايه؟ على البرنسبل اكسيز تو ذا سيركل. لو انا معايا ال AC ب 3 جميل وال CE ب 9 عايز الباور اوف ذا بوينت A ريسبكت تو ذا سيركل M ريسبكت تو ذا سيركل M. طب بص يا مستر هو اول حاجه كده انا عايز اجيبها بالنسبه للسيركل مين؟ للسيركل M. اصل انا اول لما نشوف الارقام على طول هنجيب الكلام ده، ما هي هي، انت المفروض تبقى مركز. بص يا استاذ هو مين الباور اوف ذا بوينت A ريسبكت تو ذا سيركل M؟ قد التانجنت باور 2. انت زي الفل كده جامد، بس بعدين انا ما عنديش التانجنت، ما عنديش. طيب يا مستر طب ما هو برضه قد ايه؟ قد ال AD تايم ال AF. ما عنديش برضو. بس انا اقدر اقول حاجه بقى، شايف السيركل ان ده سيكنت وده سيكنت. طيب يعني الاي دي تايم الاي اف قد مين؟ قد اي سي. مين اللي قد الاي سي تايم الاي؟ اي الاي دي تايم الاي اف قد الاي سي تايم الاي اي. الكلام ده كان بكام؟ الاي سي بكام؟ ب 9 والاي اي بكام؟ ب 12. انا قلت 9 لا هي 3. 3 تايم 9 3 تايم 12 3 تايم 12. طب 3 تايم 12 دي اللي هي بكام؟ ب 36. In the opposite figure الاي سي تاتش تو ذا سيركل، ادام تاتش تو ذا سيركل وده ريديوس يعني دي 90. ما هو ده تانجنت، تانجنت والريديوس مالهم؟ بيربنديكولار. الام سي ايكوال 6. طب ما الام سي ده ريديوس يا استاذ. ماشي يا مستر. الباور اوف ذا بوينت A ريسبكت تو ذا سيركل M ب 64. عايز اللينس بتاع الاي بي، نفس الرسمه دي كانت موجوده في ثالثه اعدادي بس للي يفتكر بقى. طيب بص يا مستر الباور اوف ذا بوينت A ريسبكت تو ذا سيركل M ده قد التانجنت باور 2 يعني قد الاي سي باور 2. طيب يعني الباور اوف ذا بوينت A ده كان ب 64 صح؟ يعني الاي سي بكام؟
بسكوير روت ال 64. يعني الاي سي ده بكام؟ ده ب 10. طيب يعني دي كده ب 10. طب ما جميل جدا يا مستر. طب ما حضرتك لسه قايل ان ده ايه 90 وده 6 وده 8. طيب يبقى ده الهايبوتنس صح، اللي هو الاي ام. الاي ام ده هيبقى عباره عن مين؟ سكوير روت ل 8 باور 2 بلس 6 باور 2 زي الفل. ده كده بكام؟ ب 10. ده كده كله ب 10. ايوه برضه هو عايز الاي بي. ما انت لو مش واخد بالك دي 6 وده ريديوس وده كمان ايه ريديوس بكام؟ ب 6. يبقى ده بكام؟ ب 4. عايز الباور اوف ذا بوينت اي ريسبكت تو ذا سيركل ام. الباور اوف ذا بوينت اي ريسبكت تو ذا سيركل ام. طب الاول هو قد السي اي قد السي دي، ما انا مش معايا السي دي. قد الاي سي تايم الاي دي، انا مش معايا الاي دي. طب ما هو قد الاي اي تايم الاي بي، انا مش معايا الاي بي. طب ما انا هعمل ايه طيب؟ ما احنا لازم نجيب الانون دول. طيب دي كده انسى الليسون ده كده وركز في الابلكيشن بتاعت السيركل ليسون 4. ده كان بيبقى عباره عن ايه؟ ده سيكنت وده سيكنت. طب ما انا ممكن اقول على ده اكس وده اكس. اعرف احل الشكل ده ولا ما اعرفش؟ اه طبعا يا مستر. انت عايز تجيب ايه؟ عايز اجيب اللينث بتاع الاكس عشان يبقى اعرف اجيب الباور اوف ذا بوينت اي. طيب يا مستر اول حاجه اي سي تايم اي دي تبقى ايكوال مين؟ اي اي تايم اي بي. دايما ببدا من البوينت اوف انترسكشن. طيب مين الاي سي؟ 5. مين الاي دي؟ 5 بلس اكس. مين الاي اي؟ اكس. من الاي بي اكس بلس 7.25. طيب 5 تايم 5 25. 5 تايم اكس 5 اكس. اكس تايم اكس اكس باور 2. اكس تايم 7.25 يعني 7.25 اكس. نجمع كله مع بعض في نفس السايد. نجمع كله مع بعض في نفس السايد. فنجيب كل دول هنا بالبوستر. تبقى اكس باور 2. 7.25x minus 5x positive 2.25x minus 25. الكلام ده equal 0. بعدين ده quadratic اقدر اعمل لها ايه؟ factorize بالكالكليتر. طب لما عملنا factorize بالكالكليتر طلعت لي الاكس بكام؟ ب 4. اول اكس بكام؟ negative 6.25 اللي هي طبعا ريفيوز. طيب الاكس هنا ب 4 يعني دي 4 ودي كمان بكام؟ ب 4. طيب يا مستر بعدين بقى انا عايز الباور اوف ذا بوينت اي ريسبكت تو ذا سيركل ام قد الاي سي تايم الاي دي. الاي سي ده بكام؟ ب 5. طب الاي دي ب 9. 4 تايم 5 بكام؟ ب 45 اللي هي لتر دي. ميجر انجل ميجر الارك اي سي ايكوال ميجر الارك اي دي ايكوال دبل ميجر الارك بي دي. يعني ده قد ده قد 2 من ده. وميجر الارك بي سي كانت 100. طيب عايزين نجيب الانجل سيتا. الانجل سيتا دي مين؟ انجل انسايد ذا سيركل. بتبقى هاف ايه؟ بتبقى هاف السم اوف ذا تو اوبوزيت اركس. طيب انا اول حاجه قلت عليها ايه؟ هو احنا عايزين 2 من البي دي. يعني انا هنا ممكن اقول ايه؟ البي دي ده اكس. ده قد 2 من البي دي يعني ده كام؟ 2x. وده كمان كام؟ 2x. وده كام؟ 100. الاربعه دول السم بتاعهم كام؟ 360 يعني x بلس 2x بلس 2x بلس 100 ايكوال 360. ال 100 دي تروح السايد الثاني تبقى ماينس ودي 5x فتبقى ايكوال 260. يعني الاكس بكام؟ الاكس ب 52. طيب ايه اللي انا استفدته؟ لا استفدت كتير طبعا. ده 52 وده ب 2 تايم 52 اللي هي 104. طب ما انا عايز الانجل سيتا بتبقى ايه؟ هاف السم اوف ذا تو اوبوزيت اركس. مين الاوبوزيت اركس؟ ده اللي قدامها وده اللي في ظهرها. طيب يبقى 104 بلس 52. طيب الانسر طلع كام؟ طلع 78 ديجري اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر اي. In the opposite figure,
عايز الانجل اي اف بي. اي اف بي اللي هي الانجل دي. طب الانجل دي ده جايه من ايه؟ من انترسكشن بتاع تو كوردس، واحد اسمه بي اي واحد اسمه سي اي. طب ما دي كده يا مستر قد مين؟ دي انسايد ذا سيركل. يعني الانجل اي اف بي عباره عن ايه؟ هاف السم اوف ذا تو اوبوزيت اركس. مين الاركس؟ اي سي بلس بي اي. طيب احاول اوصل بقى للاركس دي. طب ايوه يا مستر دول سهلين قوي. هي دي اسمها ايه في الماث؟ اه دي انسكرايبد. مالها الانسكرايبد دي؟ بتبقى هاف الارك. يعني لو ده 20 يبقى ده كام؟ 40. طيب دي اسمها ايه في الماث؟ سنترال. طيب السنترال مالها؟ قد الارك. يعني لو ده 60 يبقى ده كمان بكام؟ ب 60. طيب ما دي هاف السم، يعني هاف تايم 60 بلس 40 يعني هاف تايم 100. يبقى الانسر هنا كام؟ 50 اللي هي لتر سي. وهي دي نمبر 9. لو كان الارك اي بي ارك ايه؟ لو كان التانجنت اي بي واي سي ار تو تانجنت تو ذا تانجنت سيجمنت. طيب استفدنا كده بس ان الاثنين دول قد بعض. شوف هنستخدمها اساسا ولا لا. طيب لو كان البي سي عباره عن كام؟ 130 بلس اكس. 130 بلس اكس. ميجر الارك بي سي اللي هو ده 130 بلس اكس. طيب عايزين نجيب ميجر انجل ايه؟ مش انجل ايه دي اوت سايد ذا سيركل؟ اه بتبقى هاف الديفرنس بتوين التو اوبوزيت اركس. طب انا معايا واحد ب 130 ماينس اكس، الثاني ده بكام؟ ما هو الاثنين دول السم بتاعهم 360. طيب يعني انا عايز اجيب ده هيبقى عباره عن ايه؟ 360 ماينس 130 بلس اكس. طيب 360 النيجاتيف دي تدخل تعمل تشينج للساين. يعني الثاني ده بكام؟ ب 200 كام؟ 230 ماينس اكس. يعني ده كده ب 230 ماينس اكس، وده كده ب 130 بلس اكس. طيب يبقى ميجر انجل ايه؟ دي انجل اوتسايد، يبقى هاف. هاف ايه؟ هاف الديفرنس بتوين مين ومين؟ 230 ماينس اكس ماينس 130 بلس اكس. حلو قوي يا مستر. طيب ادي ده هاف تايم 230 ماينس اكس ماينس 130 ماينس اكس. جميل. طبعا احنا دخلنا النيجاتيف على الاثنين عملنا تشينج للساين. 230 ماينس 130 ب 100. نيجاتيف اكس ونيجاتيف اكس بنيجاتيف 2 اكس. طيب يا مستر مش الهاف دي تايم؟ ندخلها على الاثنين. هاف تايم 100 ب 50، هاف تايم نيجاتيف 2 اكس بنيجاتيف اكس. يبقى الانسر بتاع انجل ايه هو 50 ماينس اكس. انا طبعا قبل ما امشي واتاكد اذا كنت انا ماشي صح ولا غلط بصيت على التشويسز لقيت ان فيهم اكس. فبقيت وانا بتعامل مع الاكس دي بقيت مطمن ان الاجابه بتاعتي ممكن تبقى موجوده في الاختيارات. طيب تعالى نشوف اللي بعده. اللي بعده هنا بيقول لي ايه؟ ميجر انجل اي ب 70. تمام جدا. وكان الاي سي والاي بي ار تو تانجنت سيجمنتس. البي سي الميجر كان اكس، يعني الكبير ده كان اكس. طيب انا عايز اجيب البي سي. يا مستر انت قلت انت لسه قايل الجمله ما انت لو الاختيارات فيها اكس هبقى انا عايز الاكس يا حبيبي، انا عايز الاكس مش ده. يعني ما تحطش الجمل وتثبتها في دماغك. طيب حبيبي دول كده السم بتاعهم 360، معايا ده باكس يبقى ده بكام؟ 360 ماينس اكس. طب هي الانجل دي مالها؟ انجل اوتسايد ذا سيركل. يبقى ال 70 ايكوال هاف تايم الكبير اللي هو مين؟ اكس ماينس 360 ماينس اكس. طيب الهاف دي هتروح السايد الثاني تبقى تايم هي 1 اوفر 2 هتوديها السايد. هي المفروض كروس مالتبليكيشن تبقى عارف ان ال 2 دي هتطلع فوق تبقى تايم. لو مش عارف فالهاف دي تايم تروح السايد الثاني تبقى ديفايد 70 ديفايدد باي الهاف 140 تبقى ايكوال اكس ماينس 360 بلس اكس. النيجاتيف دي تدخل جوه البراكت تعمل تشينج للساين، تعمل تشينج للساين. اكس واكس بكام؟ ب 2x. يبقى ال 140 ايكوال 2x ماينس 360. الماينس 360 تيجي هنا تبقى بلس
يبقى ال 2x equal 140 plus 360. يبقى ال 2x equal كام؟ 140 plus 360 اللي هي 500. ال 2 time تروح السايد تاني تبقى divide. يبقى 250 اللي هي letter E. ال x وال y انا عايز احسب x و y. طيب يا مستر x و y ده انا من غير اي حاجه كده؟ اه يا حبيبي عادي، ايه المشكله؟ طيب ازاي يعني؟ طيب اقول لك بس على حاجه، هي دي مش انجل اوتسايد ذا سيركل؟ اه. يبقى هي عباره عن ايه؟ هاف الايه؟ هاف الديفرنس بين تو اوبوزيت اركس. طيب مش دول تو انجلز؟ دول تو انجلز فين؟ في سيمي سيركل. يعني السم بتاعهم كام؟ يعني الاكس بلس الواي ايكوال كام؟ 180. طب ما انا ممكن يا مستر اشيل الواي واخليها 180 ماينس اكس. اه دي طريقه، وانا كنت احلها بطريقه ثانيه بس خلينا في دي اسهل. يبقى دي 180 ماينس اكس. طيب يعني 20 هي قد مين؟ هاف تايم 180 ماينس اكس ماينس اكس. الهاف هنا دي تايم، تروح السايد الثاني تبقى ديفايد، اديتني 40 ايكوال 180 ماينس 2 اكس. الماينس 2 اكس تيجي هنا تبقى بوزيتيف، وال40 تيجي هنا تبقى نيجاتيف. يبقى ال2 اكس ايكوال 180 ماينس 40، يعني ال2 اكس ايكوال 140. ال2 تايم تروح السايد الثاني تبقى ديفايد، اديتني 70. لما الاكس تبقى ب 70 الواي هتبقى ب 180 ماينس 70 اللي هي 110. يبقى x و y يعني 70 و 110 اللي هي letter C. تعال نبص على اخر سؤال هنا. بيقول لي لو انا عندي ال AB ده arc equal CD. تمام. ده مش arc، ده chord سوري. لو انا عندي chord قد chord، ايه اللي انا بستفيده؟ arc قد arc برب 3. طيب وكانت ميجر انجل اي اللي هي دي ب 80. طيب بص بقى كده عشان انت تبقى مجمع، هي الاي دي اللي هي ال 80، بص انا عايز اكتبها فوق كده عشان ما بهدلش تحت. ال 80 هي عباره عن مين؟ هاف تايم. هاف تايم مين؟ ده بص ده 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 ده, ده, ده. وده مين التو اوبوزيت اركس؟ اكس دي اي اكس دي اي ماينس اكس بي. طيب حلو كده يا مستر. طيب والاف ب 70 تمام، ده وده، يبقى ال 70 هي عباره عن مين؟ هاف تايم. مين اللي قصادها؟ فين الكبير؟ اهو اكس بي سي اكس بي سي. ماينس ماينس مين؟ الدي اكس. يبقى انا هنا ماينس مين؟ الدي اكس، والثانيه كانت ماينس مين؟ الاكس بي. هو عايز دي اكس ماينس اكس بي. طيب بص هنا يا استاذ، هو انا اول حاجه عندي، بس انا عندي ايه؟ هو مين الاكس دي ايه؟ اكس دي اي. انا عايز بس بلون تاني. اكس دي اي اللي هو ده. طيب بيقابلوا مين كده الناقل؟ السايد الثاني اكس بي سي اكس بي سي. طيب ايه اللي مشترك في التو اركس دول؟ بص السي كومن ماشي تمام، وده قد ده تمام، وده قد ده. مين اللي متبقي من هنا؟ الاكس بي. مين اللي متبقي من هنا؟ الاكس بي. طيب يعني انا لو عملت ده ماينس ده. طيب لا كده ثانيه يا مستر عشان انا هبدا اتوه منك. بص براحه يا حبيبي، شايف الهاف دي؟ هنوديها السايد الثانيه تبقى 160، هتبقى ايكوال ميجر الارك اكس دي اي ماينس ميجر الارك اكس بي. تمام دي الايكويجن الاولانيه. مين الايكويجن الثانيه؟
الهاف ده هوديه السايد الثاني يبقى ديفايد 70 ديفايد باي الهاف ب 140. ميجر الارك اكس بي سي ماينس ميجر الارك دي اكس. طيب لما نعمل هنا ما بين الاثنين دول ماينس ايه اللي هيحصل؟ بص بس هنا ده مين؟ اكس ماشي اكس دي اي. طيب واكس طب يعني انا لو فكيت ده هيتفك الايه؟ هيتفك الميجر الارك اكس دي. انا هطول عليك شويه بس عشان تفهم. بلس ميجر الارك دي اي. طيب اكس بي سي هيتفك الميجر الارك مين؟ اكس بي بلس ميجر الارك بي اي. لا بي سي. لو حد وانت ماشي معايا امشي على الليترز بي سي. طيب اعمل كده ماينس ما بين التو ايكويشنز. اعمل كده ماينس ما بين ده وده 160 ماينس 140 بكام؟ ب 20. طيب اداني هنا ميجر اكس دي ماينس ميجر اكس بي ده ماينس ده زي الفل. الدي اي والبي سي قد بعض راحوا مع بعض ما انا عملت ما بينهم ماينس. ايه ده يا مستر انت بتضحك عليا؟ والله ما بضحك عليك. ادي الدي اي اهو. فين الدي اي؟ اهو المسافه من هنا لحد هنا. قد المسافه من هنا لحد هنا. ليه يا مستر؟ ما هو ده قد ده والسي كومن فاللي هيطلع من هنا قد اللي هيطلع من هنا. تمام جدا. طيب ماينس ميجر اكس بي بلس ميجر دي اكس. طيب نجمع اللي زي بعض ادي دي 20 اكس دي واكس دي ب 2 ميجر اكس دي ماينس 2 ميجر اكس بي. طيب ما ناخد ما نعمل ديفايدد باي 2 يبقى ميجر الارك اكس دي ماينس ميجر الارك اكس بي هتبقى ايكوال كام؟ هتبقى ايكوال 10. ويبقى الانسر بتاعي كام؟ الانسر بتاعي ب 10. ممكن تتفرج على المساله دي مره واثنين وثلاثه لحد ما تستوعب، لحد ما انا برضو هحاول فيها تاني واحاول اشوف طريقه اسهل من كده. وبكده يبقى بارت 1 من ليسون من اخر درس في الجيومتري انتهى معانا النهارده. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في بارت جديد وليسون جديده كل اللي فاضل لنا. وهتابعنا هنا ان شاء الله باذن الله هتلاقي فيديو نازل سمري للشرح بتاع المنهج كله. وهتلاقي ان شاء الله باذن الله خلال الفتره اللي جايه بتبدا تنزل لك الامتحانات بتاعه المعاصر بتاعه المحافظات بتاعه السنه اللي فاتت. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وشكرا.